ورجعنا لكم يا جماعه من الفاصل. احنا طبعا عملنا الطبق السباجيتي قدامنا، هنبدا نعمل الطبق الرئيسي المفروض اللي هو باللحم اللي هو انتر كوت. اول حاجه هنعملها هنجيب طاسه ونحطها على النار بشويه زيت هنا كده، نعمل كده وشويه الزيت بتوعنا وهنجيب صينيه فيها دقيق وهنعدي الانتركوت بتاعنا في الدقيق. انا عايز اقطع دي مش عايزها، فانا هعمل كده كده، ادي واحدة والتانية شيل ده من هنا كده، وبرضو نفس المسألة وهستنى لما اشوف كده الزيت بتاعي لسه شوية عليه. أنا بصراحة مش عاجبني القطعية بتاعت الجزار مع احترامي ليه، فأنا هظبطها على بال ما البتاع بتاعي يخلص هنا كده. أنا عايزها تبقى حتة مستوية حطيت لي العظم فيها كده، خلاص اهي خلاص اتعملت خلاص كده انا مظبوط ظبطتها. هبدا ان انا انزل اللحمه بتاعتي عشان اسويها كويس اهي، واعمل كده وهفضل بقى ايه معاها لغايه لما تستوي تاخد اكبر سوى على النار، وهبدا احضر الحاجات اللي هي هتتحط معاها. هنقطع طبعا البصل الاخضر وهننزل كمان بالزبده بحته زبده معاهم مع الزيت اهو، هعمل كده واخد حته زبده كده هنا وهحط زبده هنا كده. انا كده خلاص مش محتاج دي في حاجه، هظبط بس ايه السكينه بتاعتي اغسلها عشان استعملتها في اللحمه. خلاص كده انا وحابب اقلب الحاجه بتاعتي اللحمه بتاعتي كده، ودي كمان سيبها على نار هاديه كده بالراحه اهي، تاخد وتدي مع نفسها. وهبدا ان انا خلاص انا مش محتاج الحاجات دي حاجه اشيلها، وهبدا ان انا اقطع البصل بتاعي الاخضر اهو كده قطع صغيره كده، حد يعني بدي نفسي فرصه يا جماعه ان هي عشان عاليه فلازم عشان تستوي كويس اسيبها بقى شويه على نار هاديه. وابدا انا ايه مفروض ان هي طبعا اول خطوه بتتعمل انها بتعدي في الدقيق وبعدين بتتحط في الزيت عشان هي يا جماعه الطبخه كلها هتبقى على النار دي، بس مش هنستعمل حاجه تانية. هي تعمليها بقى في حله تعمليها في طاسه، هي هتاخد حاجه واحده بس، حتى كمان بنوفر لكم عشان ما تغسلوش كتير
بنحاول ان احنا الحاجات اللي هي ايه بتوفر على ست البيت المجهود والكلام ده كله. يعني احنا عملنا البصل، ادي البصل اهو، هنحط البصل معاه. كل ده هيبقى، انا مش هرمي حاجه، يعني مكاننا نضيف واهو كده. وهقلب تاني على الوش التاني كده، وده برضو نفس المسألة. انا موطي اوطي خالص النار، وبتعملي لما تعملي انت كده اهو، لما تحركيها بتشيل اي حاجة هتتحرق على الاطراف بتاعت الطاسة، تفضل الطاسة تلاقيها نظيفة ما فيهاش اي وساخة. هنبدأ ان احنا كمان نقطع الفلفل بتاعنا كده اهو، و هاخده كده شرايح، شيل الابيض ده و باخده كده نفس بعمل كده بس، و هشيل ده وبرضه نفس المسألة. أنا يا جماعة هحط دلوقتي اللورة بتاعتي و الأدوات بتاعتي كلها اللي أنا عايزها، وخلاص أنا مش عايز ده. أنا يا جماعة الصويا يا جماعة هيتحط آخر حاجة خالص، يعني بعد ما تستوي كل الحاجات دي مع بعض، الفول الصويا هينزل، صلصة الصويا هتنزل عليهم كلهم. انا خلاص خلصت هنا كده، انا هضف وهبدأ برضو الفها تاني كده، ودي كده، و هسيبهم يضربوا مع بعض. القرفة يا جماعة اللي هي الخشب دي عاملة ريحة حلوة أوي. أنا هعمل دول كده، أخد شوية الطماطم دي وبرضو أقطعهم قطع نصاص كده، و برضو هحطهم مع اللحمة بتاعتي دي. ادينا بنقطع الطماطم دي كده، انا شايف ان دول كفاية، فانا هحط دول كده اهو، انا هعمل كده وارجع دول وهعلي بقى. وجي دور يا جماعة اللوز بتاعي، احطه من هنا برضو كده اهو، اللوز بتاعي وهنحط الصويا بتاعي، لان ايه خلاص تقريبا اللحمه بتاعتي ايه السوى اللي انا عايزه حصلت عليه اهو كده، دي كده ودي كده اهو. هعمل انا ايه اخر خطوه اللي هي هحط الصويا هنا وهغطيها دقيقة بس عشان تاخد تبقى تكمر مع نفسها كده، ونراجع مع بعض في دقيقة الحاجة اللي احنا عملناها. احنا يا جماعة بدأنا الأول، نسينا أهم حاجة، السكر ده أهو نحطه كده، إنه بيتحط بيسيح على طول وبيفك. احنا يا جماعة بدأنا بالسباجيتي، طبعا السباجيتي بتاعنا الطبق الاسباجيتي، عملنا الاول التومه مع البقدونس والفلفل الاحمر اللي هو الشطه، طبعا اطفاها من غير شطه، سويناهم مع بعض. اول ما طلعت ريحتهم رمينا عليهم البقدونس، كنا محضرين الطماطم وحطينا الاسباجيتي بتاعتنا في الميه اتسلقت. اول ما اتسلقت كنا في الاول خالص محضرين قلب العيش محمصينه وسيبناه يبرد. بنطفي النار يا جماعه وبنحط الاسباجيتي، بننزلها على الصوص اللي احنا حضرناه، وبعدين بنحط عليه العيش المحمص ونلفه مع بعض، يبقى الطبق جاهز. بنحط من فوق بس رشه
جبنه اللي هي المبشوره والطماطم البقدونس. الطبق الثاني اللي هو انتركوت بنحط نعديه في الدقيق، وبعد الدقيق بنحطه في الزيت يستوي شويه. بنبدا نحط واحده واحده بصل اخضر نقطه صغار وننزله، طماطم وننزلها اللورا وال وساعات بنسى يا جماعه اسم الحاجه بالمصري والله ما بعملها قاصد، اللورا والملح والفلفل بتاعي، وقطعنا حته من الفلفل الاحمر عملناها شرايح ورميناها فيها برضو، والسكر اللي هو البني مش الابيض يا جماعه، السكر البني مهم قوي نحطه. اخر خطوه خالص بنحطها القرفه يا جماعه، افتكرتها القرفه اللي هي الخشب دي بنحطها لان بتدي طعم جميل جدا للحمه. واخر خطوه خالص بنحط الصوص بتاع الصويا بتاعنا والسكر البني، فبيطلع زي ما احنا شايفينه كده. هبدا ان انا اطلع الطبق بتاعي عشان اغرفه. احنا خلاص احنا خلصنا كده طبعا، وانا بغرف افكر نفسي وافكركم ب قناة ست البيت، ما تنسوش برنامج بونا بيتيتو. احنا معاكم في اي استفسار يا جماعة انتم محتاجينه، انتظرونا طبعا في موقعنا موجودين، وان شاء الله زي ما قلنا وانا قلت قبل كده في حلقة قبل كده ان احنا هنقدم ليكم في خدمة تانية، ان هي هيبقى في تليفون، في تواصل من التليفون، نمر التليفون هتبقى في ناس قاعدة للتليفون بترد على كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها. شكرا ليكم وشكرا لحسن مشاهدتكم، أرجو ان انتوا تحققوا الحاجات دي، الحاجات دي يا جماعة مش هتندموا، جميلة جدا وأكلة ظريفة. يعني ان شاء الله هننزل لكم أكلات كتيرة جدا ان شاء الله، ربنا يقدرنا بس، وما تتعدش يعني اطباق من المكرونات لسه كتير او قدامنا يا جماعه علشان نخلص الحاجه اللي عندنا. وطبعا انتوا ما شفتوش لغايه دلوقتي مني اي دولشي او اللي هو حلويات، يعني ان شاء الله هبدا ان انا افكر انزل لكم حاجات من الحلويات، بس واحده واحده، ان انا مش شاطر قوي في الحلويات فعايز انزل لكم حاجه كويسه، لكن طبعا في المالح الحاجات اللي موالح يعني انا يعني شويه بعرف فيها. شكرا ليكم وشكرا لحسن مشاهدتكم، وبون ابيتيتو اتوت يعني بالهنا والشفاء لكل الناس.